هو كان احمد عضو في نقابه الصحفيين، فطبعا كان قبل احمد كان في الحسيني ابو ضيف، واحمد برضو كان بيحبه جدا وراح عزى فيه وكان بيشكر فيه جدا. لكن انا كنت بتمنى ان هم يعملوا له حاجه في النقابه، يعني هو ولا عملوا لجنه تحقيق في قتل احمد ولا ذكروه حتى زي باقي الشهداء، يعني في الحسيني ابو ضيف ومياده وبعدها يعني في صحفيين كتير يعني حقهم اتهدر ولكنهم يعني ما تذكروش زي حسيني ابو ضيف ولا مياده ولا كده. واحنا وقفنا كتير قدام النقابه وقلنا احنا عايزين حقهم، عايزين حق الناس المعتقلين من الصحفيين من الشهداء اللي ماتوا، اي لجنه تحقيق يعني. لكن هم مكتبين على كل حاجه ومفيش اي اجراءات تمت من الاخبار او من نقابه الصحفيين لاحمد ولا يعني مفيش اي حاجه غير ان هم طلعوا عربيه الاسعاف اللي راحت خدت احمد من المشرح. انا بقول لضياء رشوان انت هتروح فين من ربنا؟ خليك يعني ربنا يطمس على قلبك اكتر واكتر عشان يبقى حسابك عند ربنا اكبر واكبر. يعني لما ربنا يطمس على قلب حد يعني بيعمي بصره وبيعمي سمعه وبيمحي قلبه وبصره وبيمحي حتى المشاعر اللي عنده، يعني ده اقل يعني اقل انسانية ان هو يعني يعتبر احمد او غير احمد انهم بشر.